واضح ان الزهرية سخنة. واضح ان هو سخن. مين؟ ها؟ مين فيكوا العيان؟ لا مفيش حد عيان حضرتك. أنا العيان، أنا العيان حاجة نظرة، حاجة نظرة، ها؟ أنا اللي عيان زي ما أنت شايف. أغزو؟ بس يا ابني بس يا حبيبي، إحنا حضرتك مفيش حد فينا عيان، وريت نهدى عشان نفهم بعضينا. أيوه إحنا صحاب المريض اللي اسمه أسامة الخشن. أسامة الخشن، أسامة أسامة الخشن. يا عبد السلام، ممكن تفهمنا في ايه؟ وتفهمنا عبد السلام اسامه ماله؟ صاحبك جت فاطمه عصبيه. فاطمه عصبيه دي احنا مش عارفين سببها لحد دلوقتي. بقى شاب سرسجي. شاب سرسجي يعني بيتكلم زي الاشباح، يعني بيسمع مهرجانات، عشان كده التواصل معاه بقى في منتهى الصعوبه. معاك الحقيقة. طب تسمع، انت خلينا نخش له. انت؟ لا. طب انا اخش له. انت؟ لا، انت الوحيد اللي ممكن تدخل. انت الوحيد اللي ممكن يتكلم معاك، يحكي لك، يفضفض معاك، يقول لك كل حاجة. عارف ليه؟ عشان انت شكلك سرساجي، زي الحالة اللي هو بقى فيها دلوقتي ودخل فيها، ها؟ يعني الموضوع بقى في ده عبد السلام. عليه العار. عليه العار. تحس دايما داخل شمال، داخل. طب ما تعمل يوتيرن وخلاص. استاذ خفي لطيف. ما تلومش يا جدعان، الحوار ده على سقيتي.